يعني هل تعتقد الأمور كانت أفضل قبل الأحداث الأخيرة؟ حرمنا على أنفسنا الخروج من مدينة سامراء. خطباء المنابر بهاي المساجد ومدى دعمهم للقوات الأمنية؟ إذا وصلنا إلى الدماء وصلنا إلى الطريق المسدود. المؤسسة الدينية تعمل بقوة، والمؤسسة الدينية أيضا مؤثرة بالشارع العراقي. بيتي تفجر ودائرتي تفجرت والمسجد تفجر. البعض يظن أنه لا، مدينة سامراء مدينة اليوم موحشة ما بها حياة. رئاسة ديوان الوقف السني هذه سياستها، يعني استهداف أجنبي عربي للعراق. سوف تبقى رسالتنا أكبر من الطلقة وأكبر من البندقية أن نؤديها من خلال المساجد.